اهلا بكم من جديد. تذكروا الجمعيه، جمعيه الايتام او دار الايتام اللي فتحنا موضوعها ونشرنا صور استغلالها للاطفال بحمل صور مرسي وصورناها في، وهي جمعيه اعتقد دار ايتام النصوح بحلميه الزيتون. هذه الجمعيه من الواضح وهي اداره جمعيه رابطه الاصلاح الاجتماعي التابع لها دار ايتام النصوح بحلميه الزيتون. واضح ان هذه الجمعيه اولا حدث تحقيق، وكان في تحقيق من وزاره الشؤون الاجتماعيه. نسمع من الدكتور هاني مهنا متحدث باسم وزاره التضامن ماذا حدث بشان هذه الجمعيه. مساء الخير يا دكتور. نور لمسانه، اهلا بيك. يعني انا عارفه ان انتوا الحقيقه استجبتوا لما اذعناه وذهبتوا للتحقيق بشان هذه الجمعيه، لو تطلعنا عن قرار الوزاره. اولا دور الاعلام دور لا يخفى، ودور بقى مؤثر أشكرك. جدا في الايام الاخيره أشكرك. الاخيره، وهو دور يساند الحكومه ويساند القطاع المجتمع المدني. ده هي. بالتاكيد لن ترضى الوزاره ولن نرضى شخصيا عن ان يستغل اطفال مصر الابرياء في الترويج لشعارات دينيه او شعارات سياسيه او لاشخاص بعينهم، وهذا ما حدث. استجابه للموضوع الذي كشفتم عنه، يعني قامت الوزاره والدكتور احمد برعي قام بتشكيل لجنه على اعلى مستوى من مساعد وزير التضامن لشؤون الجمعيات. اللجنه توجهت لجمعيه رابطه الاصلاح الاجتماعي الدار الايتام اللي في الزيتون حضرتك قلت عليها، ووجهت المسؤولين عن الدار بمقطع الفيديو اللي انتم نشرتوه. نعم. وحققت معاهم وكمان استمعت للاطفال. بعد كده بعد يومين استدعينا مجلس اداره الجمعيه بالكامل في الوزاره للتحقيق معاهم فيما نسب اليهم من اتهامات ومخالفات صريحه في الزج بالسياسه في العمل الاجتماعي العام. ويعني طبعا هم انكروا، لكن الواقعه ثابته من الفيديو وثابته كمان من التحقيق اللي حاصل. تم استطلاع راي الاتحاد العام للجمعيات كاجراء لابد منه. ولان الجمعيه مسجله اقليميه وليس جمعيه مركزيه، مسجله تبع يعني وزاره القاهره، محافظه القاهره، فقد تم مخاطبه السيد محافظ القاهره والتنسيق معه من الدكتور احمد البرعي حول الاجراء الذي يجب اتخاذه وتفاهمه هما الاثنين، وان شاء الله يكون الاجراء حل مجلس الاداره. طبعا احنا حريصين كوزاره على الاطفال. ده سؤال، يعني اذا كان يعني انتوا هتاخدوا اجراء اذا بحل مجلس اداره هذه الجمعيه. هو اللي هيصدر القرار هو محافظ القاهره طبعا في اطار اللامركزيه. السيد المحافظ ما بين الوزاره وما بين المحافظه. طيب يعني حل مجلس اداره، مين بقى هيدير الجمعيه؟ لان الحقيقه ما يهمنا هنا فعلا هو الاطفال. بالتأكيد طبعا، بالتأكيد يجب ان يتكرر ذلك، واحنا نكون حذرين في الايام القادمه على كل الجمعيات في عدم الزج بالاطفال او بالقاصرين في هذه الاعمال السياسيه. طب اللي هيقوم بالاشراف على الدار وعلى الجمعيه هيكون مفوض من مديريه التضامن الاجتماعي في محافظه القاهره. يعني هيبقى في مفوضين لاداره هذه الجمعيه لمده 3 شهور لحين اجراء انتخابات اخرى ومجلس اداره جديد. طيب هذا القرار بالحل اللي متوقع ان يصدره محافظ القاهره متوقع امتى يا دكتور؟ يعني خلال مش عايز اقول ساعات، ممكن يعني خلال ايام، ممكن بكره او بعد. طيب هذه الجمعيه كانت نشرت اعلان المفروض ان هو مدفوع الاجر ضد سي بي سي، بس مش دي القضيه. هنا التحقيق ممكن في استخدام المال العام او دعم الدوله، ما انا ما اعرفش الفلوس دي جايه منين، في نشر اعلانات. هل ده يعني احنا بنديكوا هذا الامر لكي تحققوا برضو في استغلال المال العام؟ يعني الناس دي بتاخد يعني معونات من الدوله. لو ثبت ان هم دفعوا الاعلان مدفوع الاجر اللي انت قلت عليه، وانا اعرف هذا الاعلان جيدا. نعم. لو ثبت ان هم دفعوا الفلوس ديت من مال الجمعيه، يبقى التاكيد ده سوء استغلال المال العام ويحاسبوا عليه ايضا، وقد يكون دافعينه من اموالهم الخاصه. لكن عموما لن يقدم ولن يؤخر هذا الاعلان او اي بلاغ يقدموه ضد السي بي سي او غيرها.
لأن الوقائع ثابتة والقرار إن شاء الله يكون حازم وحاسم. أنا بشكركم على المتابعة، الحقيقة يعني مهم جدا المتابعة، إحنا دورنا فقط إن إحنا ننير أو بنلقي بعض الإضاءات على أشياء بنحس إنها فيها بعض الخطورة، لكن الفعل التطبيق التنفيذ ده عند الحكومة. والحقيقة إن أنا بشكركم جدا يا دكتور، وبشكر السيد الوزير البرعي على هذه المتابعة الجادة، ويعني الحقيقة هو ده اللي كنا متوقعينه سواء من حضرتك أو من الدكتور البرعي وهو صديق عزيز. بشكرك شكرا جزيلا دكتور هاني مهنا. لكن بخصوص بقى هذه، طيب معي مره اخرى هعلق على هذا الاعلان، لكن مره اخرى سيد سفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء. سيد سفير اتفضل يا فندم. متشكر رميس هانم، نقطتين سرا سريعتين لتوضيحا فقط. اتفضل. الاولى، هناك لجنه عليا برئاسه السيد وزير العدل تعمل حاليا بكل طاقتها برئاسة مين يا فندم؟ برئاسة رئيس الوزراء؟ سيد وزير العدل. وزير العدل. لحصر والتصرف في كافة أموال وأملاك الجمعية. دي النقطة الأولى. أيوه. أنا بس اتفضل استطرادا لما ذكرت من قبل أن السلطة التنفيذية مضت قدما في تنفيذ حكم القضاء. النقطة الثانية والهامة في رأيي للغاية، أن كما أشرت حضرتك للمادة 86 في قانون العقوبات وما يليها من مواد لتجريم عقوبة الإرهاب بشأن هذه الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، المختص بها السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية. فعندما يصل إلينا ما يفيد بتفعيل هذه المواد تطبقها الحكومة فورا. يعني إذا كان عندك حكم قضائي بإدراج هذه الجماعة كجماعة إرهابية، يعني الحكومة تفضل أن يكون هناك حكم قضائي بوضوح؟ هي تفضل بالطبع حضرتك، وهي مسؤوليتها التأكد من وجود حكم قضائي بحيث ينطبق هذا على كافة القضايا وليس هذه القضية فقط في إطار دولة القانون التي ننشدها جميعا. طيب يعني طبعا ممكن يبقى في خلاف في الرأي، ممكن حد يقول انه يعني بما ان في سند قانوني فممكن يكون في قرار اداري، لكن الحكومة ترى انها تفضل ان يكون هناك حكم قضائي لان ده في قانون العقوبات، وبالتالي المنوط بتنفيذه هو القضاء وليس بس. طب ما هو بما انه في قانون العقوبات يبقى السلطة التنفيذية تنفذه يا دكتور. انا مع حضرتك لو جاء ما يفيد هذا من السلطة القضائية غدا ننفذه. لا يعني وزارة الداخلية بتستخدم القانون لتنفيذ الأمور على الأرض، ما هو القانون يتوجد ليه؟ عشان أنفذه. أنا مع حضرتك، إنما النقطة تحديدا أنا كان يمكن حتى عمل السوء الفهمي بعد الدور النهارده. أنا معلش برجو حضرتك مرة أخرى إن يبقى في لجنة لدراسة إدراج الجماعة كجماعة إرهابية، أرجو إن أنتوا يعني يبقى في لا يوجد ما يحصل إطلاق كده مثال. أرجوك لأنه يعني موسع تضم كافة الأطراف. أنا مع حسن النية ومع فكرة إن هناك حسن نية، ولكن يعني في بعض الاختلافات في وجهات النظر. تمام. بشكر. إنما أؤكد مرة أخرى يا ميس هاني، لم يشر وحضرتك كنت موجودة على الإطلاق السيد رئيس الوزراء إلى أن هذه الجماعة ليست إرهابية. وهذا ما أكدته أنا أيضا يعني. شكرا سيد سفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء. ارجع تاني للجمعيه. هذه الجمعيه من يومين، اولا احنا دورنا ان احنا لما نشوف حاجه خطا ان احنا نعرضها، وبنا متوثقين منها ان احنا نطالب الحكومه بتطبيقها، نطالب الحكومه بالنظر اليها، وان احنا لن نقبل استخدام الاطفال في اغراض سياسيه. هذا المشهد، هذا الفيديو احنا عرضناه حوالي من 10 ايام ويمكن اكتر، اسبوعين تقريبا. هذا المشهد لا نقبله. فوجئنا بقى بعد كده بالسيده زينب محمد عزت تنشر اعلانا في الاهرام، وانتم طبعا قادرين تفهموا ان اعلانات الاهرام غاليه قد ايه. اعلانات الاهرام ليست اعلانات بتلات تعريف، اعلانات الاهرام اعلانات مكلفه. فالسؤال هنا، اعلان بقى بتهاجم فيه سي بي سي وبتقول انه تتبرع الجمعيه مما بثته قناه سي بي سي ببرنامج هنا العاصمه، وتم تصديره للمشاهدين على ان الجمعيه تقوم بتوريد ابنائها الرابعه. احنا ما قلناش ان انتوا بتوردوا ابنائكم الرابعه الا اذا كان على راسكم بطحه، والا اذا كنتوا فعلا بتوردوا ابنائكم الرابعه واحنا ما نعرفش. احنا كل اللي عرضناه هذه الصور، الولاد ماسكين هذه الصور والفيديو، البنت بتسال المراسله فبيقول لها انه انتوا مين، انت مين اللي خلاكم تشيلوا الصور دي وما الى ذلك. الجزء الثاني ان السيده بتقول انها لما خدتش فرصتها في الرد، لان الحقيقه الرد ما كانش مقنع. احنا اجبرنا وعرفنا ان بعد كده في تحقيق، فتركنا
التحقيق ياخد مجرى، انا ما اقدرش اتدخل في مجرى تحقيق، والتحقيق وعرفنا ان تاني يوم مباشره الحكومه ذهبت بلجنه للتحقيق، فاي كلام في هذا الامر يخل بمجريات التحقيق واحنا مش هنتدخل فيه. انا بقى سؤالي، عندي الحقيقه سؤالين، منين هذه الاموال التي انفقت على اعلان الاهرام؟ هل من اموال التبرعات ولا من الأموال الدعم الحكومي لهذه الجمعية ولا من أموال السيدة رئيسة مجلس الإدارة؟ ولا في سؤال رابع، يمكن في إطار الحملة المشتركة واللي قدناها ضد رئيس تحرير الأهرام ومواصلون، يمكن يكون الإعلان نزل ببلاش؟ ما هي الحرية والعدالة بتطبع ببلاش، كل يوم بتطبع من 3 ل 5000 نسخة وعليهم ديون 10 مليون جنيه، والسيد رئيس التحرير ساكت والسيد رئيس مجلس الإدارة ساكت، وعادي جدا، ما هي فلوس الدولة حرام، فبالتالي ما فيش أي مشكلة. أي حد إعلان بقى من جمعية تستخدم أساسها رئيس تحرير يعني موالي للإخوان، جمعية موالية للإخوان، احتمال يكون الإعلان ببلاش. أنا بتساءل، هل الإعلان ببلاش في إطار هذه الحملة فناخد الإعلان ننزله ببلاش من فلوس الأهرام برضو؟ ما هي الأهرام فلوسها عادي، فلوس إخوان مش فلوس الدولة. بوجه ده هذا الإعلان وبلاغ الوزير منير فخري عبد النور وكل ده بوجهه للمجلس الأعلى للصحافة، وبقول له مساء الخير، صباح الخير، فقتوا ولا لسه؟ صحيتوا من النوم ولا لسه نايمين؟ استمروا في سباتكم العميق وإحنا هنستمر في شغلنا برضو. كنا أيضا فتحنا ملف المدارس الإخوانية، وحتى هذه اللحظة لم يصلنا أي رد من السادة في وزارة التربية والتعليم. كان المفروض السيد الوزير عمل معنا مداخلة من حوالي 10 أيام وقال لنا أنه هيكون في تغيير في مجالس الإدارة، هيكون في مجالس إدارة مختلفة لهذه المدارس، منها مجموعة من الأباء هيكونوا مشتركين، الأباء للتلاميذ غير الإخوانيين. ما سمعناش أي حاجة نفذت من هذا الأمر، ما شفناش أي حصر لهذه المدارس الإخوانية. وإحقاقا الحق، ولما بنغلط بنقول إن إحنا غلطنا. ضمن هذه القائمة اللي عرضناها كان في مدرسة، مدرسة صلاح الدين، وهي مدرسة تركية وليست مدرسة مصرية، وهي مدرسة صلاح الدين الدولية موجودة في التجمع الخامس، جاءت في القائمة وأصحابها يقولون ويؤكدون، وأنا سمعت ده من فضيلة الدكتور علي جمعة أيضا، أنها مدرسة محترمة ولا علاقة لها بجماعة الإخوان. ومعي على الهاتف الأستاذ عبد الباسط أحمد الممثل القانوني لمدرسة صلاح الدين الخاصة. تفضل يا فندم. شكرا أستاذ الأمير، أهلا بيك، تفضل. مساء الخير يا فندم. حضرتك أول حاجة بشكر حضرتك. شكرا. وبشكر فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، بشكر حضرتك ليه بدون رياء وبدون، لان حضرتك سمعتي مثلا خبر وتحريت عنه وبعتي الكاميرا مان وبعتي رجال البرنامج، فانا بشكر حضرتك واشكر السي بي سي واشكر المؤدين من اثر عامل الى اكبر اللي حتى كلهم يعني بدون استثناء. شكرا وخصوصا الاستاذ خليل العوام. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا والله يا فندم، بشكر حضرتك كتير جدا. انتوا يعني عشان بس انا يعني اؤكد ان انتوا بتؤكدوا ان انتوا مدرسه لا علاقه لا بالاخوان، لا عندكم راس مال اخواني ولا اي شيء. تمام. حضرتك مدرسه صلاح الدين الدوليه دي مملوكه لشركه مساهمه مصريه، على فكره هي حتى مدرسه تعتبر مصريه مش تركيه. افق جروب اسمها كده، افق جروب للخدمات التعليميه والتجاره المدرسه التركيه، شركه مساهمه مصريه تم تاسيسها في الهيئه العامه للاستثمار 12/6/2008 في عهد السيد الرئيس السابق محمد حسني مبارك. اوكي. واللي راس مالها بالكامل مملوك لرجال اعمال اتراك، لرجال اعمال لا علاقه لهم باردوغان او نظام التركي. وشغاله من 2008. سعادتك الترخيص بدا واشتغلت سنه 2009. اوكي. ورجال اعمال اتراك لا ينتموا لحزب اردوغان. لا ينتموا ولا علاقه لهم باي فصيل في مصر. نعم. تمام سعادتك؟ نعم. الحاجة الثانية سيادتك ان هم بيقوموا بتدريس المناهج الدولية اللي هي كان اسمها سيتا وحاليا الادفانس ارت. وتم اخذ ترخيصها وتشغيلها في عام 2009 بعهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك. طبعا عارفة سعادتك ان الشركة لما تتأسس، اي شركة مساهمة تتأسس بيبقى فيها استعلام امني عن الشركاء، وبعد كده في استعلام امني عن المديرين. طيب. نعم. المدرسة كل سنة سعادتك برضه بيبقى في استلام أمني على المدرسين. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الباسط أحمد المناصر القانوني لمدرسة صلاح الدين الخاصة. إذن هذا توضيح
لما بنذكر معلومة خطأ بنوضحها ولا نخجل، لأنه إحنا مش معصومين من الخطأ يا جماعة. ممكن يكون في القائمة دي مدرسة أو اتنين ما كانوش من مدارس الإخوان، ولذلك نطالب السادة في وزارة التربية والتعليم بقائمة سليمة وصحيحة كي نتابع هذه المدارس، وهم كمان يتابعوا هذه المدارس عقول أطفالنا. مش المهم بيخزنوا سلاح جوه المدارس، المهم السلاح الذي يخزن جوه عقل الطفل، ان الطفل ده ما يطلعش ارهابي، الطفل ده ما يطلعش كاره للمجتمع، ما يطلعش يكفر هذا المجتمع. النهارده الحقيقه في مشروع مهم بيتفتح في مصر، ودايما بيكون عندنا خبر حلو بنحب ان احنا نقوله. ده مشروع كايرو فيستيفال سيتي اللي بتملكه مجموعه الفطيم العقاريه، ودي المرحله الاولى للمشروع. المشروع ده باستثمارات 7 مليار جنيه. النهارده حفله ضخمه فيها جسمي وفيها نانسي عجرم وفيها يعني عدد كبير من المدعوين. المتميز في القصة دي، ده مشروع طبعا مول كبير وأعتقد مدينة سكنية ومدارس وغيره، لكن الحقيقة المثير في هذا الموضوع إن مجموعة الفطيم كان عندها مشاكل كبيرة جدا مع الحكومة المصرية، وكان في عقبات كتيرة جدا، لكنها مجموعة استمرت بينما بالتوازي هي بتحاول تحل مشاكلها مع الحكومة، لكن أصرت إنها تستمر في استثماراتها. وعلى كده إحنا بنحييها، مجموعة الفطيم طبعا مجموعة إماراتية. بمناسبة الإمارات نتمنى غدا كل الحظ كل التوفيق لمدينة دبي للفوز بتنظيم إكسبو 2020. كل الدعم لدولة الإمارات والمدينة دبي اللي بتتنافس مع مجموعة من أكبر المدن، بتنافس مع تركيا، بتنافس مع مدن أخرى كثيرة، يعني بتتنافس مع اعتقد ازمير في تركيا، بتتنافس مع ساو باولو في البرازيل، بتتنافس مع روسيا، يعني هذه منافسة شرسة. الناس بتفكر في بلادها ل2020 واستثمارات في الانفراستراكشر ضخمة جدا في البنية الأساسية. حقيقي أتمنى التوفيق لدولة الإمارات والمدينة دبي. هذا الشعب وقف بجوارنا، ده شعب سندنا في محنتنا، واحنا ايضا سندناه مده طويله جدا في بداياته، لكن الشعب اللي سندنا في محنته بالتاكيد نتمنى له السعاده، نتمنى له الفرح، ونتمنى له النجاح. بكره هنقول لكم النتيجه. حقيقي اتمنى النجاح لدبي في اكسبو 2020. شوف هذا التقرير على فيستيفال سيتي، ونخرج فاصل والاستاذ محمود أباظة يحدثنا عن الدستور والسياسه. عودة للاستثمارات الإماراتية لمصر بعد توقف دام لمدة طويلة. افتتاح لأكبر مول في الشرق الأوسط بمدينة القاهرة الجديدة حمل اسم كايرو فيستيفال مول. استثمارات بشكل عام للمجموعة العقارية إلى اليوم في تقريبا 7 مليار جنيه تم استثمارها في المرحلة الأولى من مشروع كايرو فيستيفال سيتي. الشركات اللي موجودة من الفطيم بتعمل في مصر يمكن أكتر من 12-13 شركة. مشروع اقتصادي ضخم يجسد روح التعاون المزدهرة بين القاهرة ودبي في المجال الاستثماري مؤخرا، الأمر الذي استدعى ترحيب الكثيرين من أهل الفن والسياسة. بنشجع دائما الاستثمارات الأجنبية والعربية في بلدنا، وإحنا سعداء جدا كمواطنين ويمكن عايشين في الناحية دي بالافتتاح المول، ويا رب بجد البلد وقفت كتير، وإن شاء الله تبقى دي بداية طيبة وخير لينا كلنا ولكل الناس العاملين واللي هم مشاريع، وكمان للمواطنين. موضوع المول التجاري ده جزء من المشروع، يعني فيه جانب فندقي وسياحي، وأنا سعيد إن أنا يعني هيفتتح جزء منه مرحليا دلوقتي. ليس مجرد افتتاح لمتجر أو سلسلة من المحلات التجارية بقدر ما هو ضربة البداية لتعيد عجلة الاقتصاد دورانها. طارق أحمد، هنا العاصمة.